مواجهة بذكريات نهائي اسطنبول ستجمع مانشستر سيتي بطل انجلترا وانتر ميلان بطل ايطاليا على استاد الاتحاد في مستهل مشوار الفريقين بالنسخة الجديدة لدوري ابطال اوروبا. المباراة الرسمية الأخيرة بين بطلي إنجلترا وإيطاليا حسمها مانشستر سيتي بأقدام رودري في نهائي موسم 2022-2023 ليتوج الفريق بأول لقب لدوري الأبطال في تاريخه. وسيسعى مان سيتي مع مدربه بيب غوارديولا ومهاجمه المتألق إيرلينغ هالاند للفوز على واحد من كبار إيطاليا وإرسال رسائل تحذيرية لكل المنافسين أن عينه على استعادة اللقب. لكن لاعبي السيتي وفي مقدمتهم كيفن دي بروين ومانويل أكانجي قد انتقدوا النظام الجديد لدوري الأبطال، وقال أكانجي أنه قد يعتزل كرة القدم في سن 30 بسبب ضغط المباريات في كل البطولات التي يشارك بها. على الجانب الآخر يدخل إنتر بقيادة مدربه سيموني إنزاغي المباراة بحثاً عن الثأر والفوز على مانشستر سيتي، لكن إنتر حالياً يمر بحالة من اهتزاز المستوى في الدوري المحلي بعد التعادل مع مونزا وجنوا، ما قد يهدد حفاظه على لقب الكاليتشيو. ويعاني إنتر من الغيابات أبرزهم فيدريكو دي ماركو وإسماعيل بن ناصر، لكن هذا لم يمنع إنزاغي من محاولة فرض سيطرته على سيتي وتحجيم قدراته الهجومية الكبيرة.